أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى، نتابع فيها بعد قليل. بإقليم الحوز انتشال جثث الضحايا 15 لفاجعة الحوز ونقل جثامين الضحايا إلى مكتب حفظ الصحة بمراكش. الدروس الحقلية حول سلسلة الزيتون وسيلة تحسيسية وتكوينية لمواكبة الفلاحين. ومن منطقة سيدي عثمان بإقليم الرحمنة نتعرف على جانب من هذه الدروس التي تهم استعمال المبيدات للحفاظ على المنتوج. وضمن فعاليات المخيم العلمي بالهرغورة بعمل صخرة مارا نتعرف على ورشات للروبوتيك تنظم لفائدة الشباب بتأثير من متخصصين أمريكيين. أهلا بكم. 15 ضحية 11 امرأة 3 رجال وطفل واحد هي حصيلة فاجعة الحوز حسب السلطات المحلية بالإقليم. فإلى حدود ساعة متأخرة من ليلة أمس انتهت عملية انتشال جثث ضحايا سيارة النقل المزدوج التي طمرتها بالكامل كمية هائلة من الأتربة والأوحال بسبب ارتفاع منسوب مياه بعض الشعاب والمجاري المائية نتيجة التساقطات الرعدية الغزيرة على مستوى دوار توك الخير بدائرة أسني. وإلى مكتب حفظ الصحة بمراكش وصلت في وقت مبكر من صباح اليوم جثث الضحايا 15 حيث تمت مباشرة عملية التحقق من هويات الضحايا واستقبال أفراد من أقاربهم. التفاصيل في روبورتاج سمية بالعياشي أمينة سليماني محمد حسن مسكور وسفيان الإبراهيمي. بعد 28 ساعة من البحث عن السيارة المدفونة بركابها تحت الأتربة والأوحال تمكنت فرق الوقاية المدنية ابتداء من 9 من ليلة أمس من انتشال أولى الضحايا أم وطفلها لتستمر بعد ذلك الجهود وتنجح عملية إخراج الضحايا 15 11 امرأة 3 رجال وطفل واحد. تصدمنا خسي راه تصدمنا ما قدر كاع لا نعبر ولا نقول شي حاجة تصدمنا خسي عرفتي راه 32 ساعة وحنا فسميتو عرفتي سباقات ماراطونية راه كاينين راه ميتين راه حيين وكل واحد واش يقول فهمتي. الناس اللي ماتوا كاملين الله يرحمهم الناس كاملين العائلة مالين طوار كاملين حتى واحد المهم كلشي بحال ما يمكنش نفرقوا بيناتهم. لا إله إلا الله صحيح. في 11 من النساء وفي 3 رجال وواحد دري. صعوبة مهمة انتشار الضحايا تجلت أيضا في استمرار تهاطل الأمطار والسيول وتهديد سقوط المزيد من الأحجار والأثربة في أي لحظة. سيارة الإسعاف التي كانت مرابطة بمكان الحادث عملت على نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بمراكش على أن يتم تسليمها للأسر المكلومة في مقرات سكناها. الحصيلة هي 15 الجثة فيهم 10 ديال من 11 المرأة 3 رجال وطفل جثة الطفل تقريبا كلهم تم التعرف عليهم والعملية باقية جارية مع لابوليس سيونتيفيك والأطباء. وللإشارة فإن منطقة الحوز تعرف خلال هذه الفترة من السنة تساقطات رعدية وأمطار غزيرة ينتج عنها تهاوي أكوام من الأحجار وانجراف الأتربة. ومعنا مباشرة من مراكش السيد أحمد القايدي القائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة مراكش أسفي. سيد القايدي بداية 15 ضحية هل هي حصيلة نهائية؟ نعم هي حصيلة نهائية كما سبقت الإشارة إلى ذلك فكاين 4 ذكور والبقية إناث. طيب بالنسبة لعملية البحث هل ما زالت مستمرة أم توقفت؟ عملية البحث توقفت البارحة حوالي الساعة 1:30 صباحا.
وماذا عن ظروف هذا الحادث والصعوبات التي وجدتها الوقاية المدنية لانتشال جثث الضحايا؟ نعم، فإقليم الحوز معروف بتضاريس الوعرة ديالو وبالمحادرات القوية، وخلال فصل الصيف غالبا ما تكون هناك أمطار رعدية خلال منتصف النهار، وهذا الشيء اللي وقع يوم الأربعاء بعد الزوال، حيث على إثر الأمطار الرعدية كانت واحد السيولة هائلة من الأوحال ومن الأحجار بالنقطة الكيلومترية 230 على الطريق الوطني 57 على مستوى الجماعة القروية إيجوكاك، والضحية كانت واحد السيارة ديال النقل فيها 15 ديال المسافرين. العملية داز في ظروف يعني كانت الوسائل المادية كافية، إلا أننا اضطرينا نتوقفوا عن الأبحاث بسبب الأمطار اللي تجدت البارحة بعد الزوال. نعم نعم، نشكرك على هذه التوضيحات السيد أحمد القايدي، القائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة مراكش أسفي، كنتم معنا مباشرة من مراكش. في الخبر النيابي، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية. الجلسة ستنعقد عقب جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة. بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، دعا بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة حجاج التنظيم الرسمي المتوجهين مباشرة من مكة المكرمة ابتداء من مساء يوم الأحد القادم فصاعدا إلى الإحرام في الطائرات حتى بلوغ ميقات رابغ. بلغ الوزارة أشار إلى أن آخر رحلة سيتوجه حجاجها إلى المدينة المنورة هي الرحلة التي ستنطلق يوم الأحد القادم على الساعة 9 صباحا من مطار فاس سيس. إلى نيويورك، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع أمس قرارا قدمه المغرب حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومحاربة خطابات الكراهية. ويعكس تبني هذا القرار بتوافق وتأييد 90 بلدا يمثلون كافة المجموعات الإقليمية ومختلف الحساسيات الدينية والثقافية والعقائدية المصداقية التي تتمتع بها المملكة في الساحة الدولية ودورها كدائم للحوار والاعتدال. كما يؤكد هذا القرار المكانة التي يتمتع بها المغرب كفاعل في مد جسور التسامح والتعايش بين الأمم والجماعات، ويجسد تقدير وتملك رسالة السلام واحترام الأديان والتنوع الثقافي. في أعقاب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية برام الله مساء أمس، أعلن الرئيس محمود عباس وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك. القرار جاء بعد بضعة أيام من هدم إسرائيل لمباني سكنية فلسطينية جنوب القدس المحتلة في منطقة توجد تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. خالد الأحمدي. السلطة الوطنية الفلسطينية توقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس. قرار مرده إلى الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تشمل العديد من المجالات من ضمنها الجانب الأمني. وقف العمل بهذه الاتفاقيات قد يزيد برأي المراقبين من توتر الأوضاع في الضفة الغربية. استفزازات والاحتلال التي لا تتوقف، وآخرها عمليات الهدم التي استهدفت منازل تم بناؤها بترخيص من الإدارة الفلسطينية وعلى أراضي تابعة مدنيا وإدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، جعلت الجانب الفلسطيني يعلن عن وقف العمل بالاتفاقيات مع سلطات الاحتلال. أما حملة الاعتقالات فلا تزال متواصلة، فقوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الجمعة 7 فلسطينيين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين حسب هيئة شؤون الأسرى إلى 5700 أسير، من بينهم 230 طفلا.
في الجزائر كشفت الرئاسة أمس عن قائمة بأسماء 6 شخصيات ستقود الحوار الذي دعت إليه بهدف الخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية بالبلاد. وشدد فريق الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار الوطني على أن الحوار يعد السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي وإيجاد مخرج سلمي يتماشى وتطلعات الشعب الجزائري. مأساة جديدة في عرض مياه البحر الأبيض المتوسط، ما لا يقل عن 100 مهاجر اعتبروا في إعداد المفقودين بعد حادث غرق الزورق الذي كانوا على متنه أمس قبالة سواحل ليبيا. الزورق كان يقل أكثر من 200 شخص، وتمكن خفر السواحل الليبيين من إنقاذ 145 منهم وإعادتهم إلى اليابسة. وأكد الناجون أن مركبهم غرق وكان على متنه 150 مهاجرا بينهم أطفال. كوريا الشمالية تطلق نوعا جديدا من الأسلحة الموجهة التكتيكية في تحذير لدعاة الحرب العسكريين في كوريا الجنوبية. الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أكد أن صاروخين اللذين تم إطلاقهما بإشرافه هما أسلحة تكتيكية جديدة تهدف إلى توجيه تحذير رسمي إلى سيول بسبب خططها لإجراء تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الدروس الحقلية حول سلسلة الزيتون هي إحدى أنجع الوسائل التحسيسية والتكوينية التي تعتمد عليها وزارة الفلاحة من خلال مكتب الاستشارة الفلاحية في مواكبة الفلاح. نتعرف على جانب من هذه الدروس والذي يهم استعمال المبيدات في الفلاحة ومصائد الذباب بضيعة لغرس الزيتون بمنطقة سيدي بوعثمان بإقليم أرحمنا، والروبورتاج لسمية بلعياشي، محمد حسن مسكور وعبد الإله الشاب. بإحدى الضيعات الفلاحية يتلقى الفلاحون دروسا تفاعلية تشاركية تقرب وتعمم الفائدة والوعي بينهم حول سبل حماية والعناية بأشجار الزيتون. دابا حاليا ولات شجرة الزيتون معتمدة من الفلاح الرحماني، وثلثين ديالها كيتوجدوا في المنطقة ديال سيدي بوعثمان، وهنا تيبين بأنه باقي الزراعة فاتية، معناه أنه خاصنا واحد المواكبة قريبة للفلاح باش يتعلم هذوك التقنيات، خصوصا الزبير بحال دابا التشديد ديال التكوين راه قليل ديال الفلاحة اللي كيمارسوه، المحاربة الكيميائية قلال الفلاحة اللي كيمارسوها. ملي جاو استثماريين وبداو كندرسوا وكنفهموا معنى كيفاش نتعاملوا مع الشجرة، يعني كيعرفوا الفلاحة بأن راه كيفهموا والو في الشجرة ولو أي حاجة كيسول منها. فكان مثلا واحد الا كانت عنده شي حاجه في الفلاحه ديالو مثلا في الشجر ديالو كيداوي، واللي حداه ما كيداويش كيتهنى كيقول صافي درت الدواء، ما كيعرفش هو بان راه واحد الفتره قصيره صاحبو الا ما داواش راه غادي يتنقل. درس اليوم يتمحور حول تقنية المسيرة أو الفخ التقليدي ضد أعتى حشرة تستهدف أشجار الزيتون، بالإضافة إلى توعية الفلاح بطرق المعالجة الكيماوية السليمة. المصايد الغذائيه هي عباره عن شي قرعي ديال لتر ونص كنثقبو من فوق واحد 3 ديال الثقبات اللي تقدر تدخل فيها الدبانه، وكنديرو فيهم واحد الثلث ديال هذا المحلول اللي كيتكون من السلفات دامونياك 21%. ملي كنلقاو العدد ديال الدبانات فايتين 5 ديال الدبانات الفوق تنعرفوا بان الدبانه موجوده وكخاصنا ندخلو باش نحاربوها. كنديروا برامج ديال الاستشاره الفلاحيه اللي كتكون من مجموعه ديال العمليات، هاد العمليات اما ايام تحسيسيه واما ايام تكوينيه، ممكن تكون ايضا مدارس حقليه اللي في عين المكان مع الفلاحه، وايضا حملات تحسيسيه على مستوى الاسواق ديال الجهه. مناطق اخرى على مستوى الاقليم سيشملها البرنامج الجهوي المكثف للاستشاره الفلاحيه الذي يتم تنفيذه بناء على تقارير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي يروم حماية شجرة الزيتون من الآفات والأمراض. ونوصل النشرة من الهرهورة وفعاليات المخيم العلمي الذي تنظمه جمعية الكشاف المغربي. الشباب المشارك تم اختيارهم للتعرف وللمشاركة في ورشات الروبوتيك التي يؤثرها متخصصون أمريكيون. نتابع أطوار إحدى صبيحات هذا المخيم العلمي في روبورتاج عبد الرحيم بن شيخي ومحمد توانينا.
مخيم علمي من درجة الاشتغال على ورشة الروبوتيك، وهو المجال الذي يعرف ثورة حقيقية على مستوى العالم والإنتاج العلمي. أطفال مخيم الكشاف المغربي كان لهم هذا السبق، وتم اختيارهم حسب مسطرة محددة وإلمامهم بالذكاء الاصطناعي. الروبوتيك هو من بين الحوايج اللي كنقولوا بحال حكم العالم في هذا الوقت، يعني كل شيء كيخدم التكنولوجيا، كل شيء كيخدم بالروبو وبالروبوتكس. وبالنسبة لي أنا أصلاً باسيون بالنسبة للعلوم وهادشي كامل، وفاش شفت الإعلان على هاد المخيم هذا عرفت بلي غادي تكون واحد الفرصة كبيرة باش نطور القدرات ديالي ونزيد نتعلم كتر وكتر. الإنسان واليد العاملة بصفة عامة مهمة في القطاع اللي يعني ديال الأشغال وقطاع الصناعة. كيقول لك يعني الروبو يعني وخص سرعة وكل شيء، ولكن الإنسان مهم. هو ثمرة شراكة بين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط وجمعية الكشاف المغربي من أجل تسهيل الولوج إلى المعرفة العلمية الدقيقة منذ سن مبكرة. I think the revolution is not anywhere on the horizon, I would say. And I think actually, أعتقد أن هذه فرصة وبداية لتعاون وثيق بيننا وبين جمعيات تعمل على نقل المعرفة العلمية للشباب، ونعمل على تعزيز هذا التعاون. هذا المخيم هذا اللي بفضله أن الشباب والشابات المشاركين في المخيم غيتمكنوا من تعلم أبجديات ولغات البرمجة ولغات الروبوتيك من أجل استثمارها في خدمة المجتمع وخدمة الوطن بصفة عامة. مخيم الكشاف المغربي بالهرغورة ورشات متواصلة وتأطير متميز لعقول ترغب في اكتشاف عالم الذكاء الاصطناعي ومغربته. وفي عالم الفن السابع تتواصل بمدينة تازة فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي لسينما التنوع الذي يتضمن برنامجا غنيا بالفقرات الفنية والثقافية. حفل الافتتاح تميز بتكريم عدد من الأسماء الفنية المغربية والعربية، كما تم خلاله عرض الفيلم الوثائقي تازة منبع المياه الذي يسلط الضوء على المنابع الطبيعية للمياه بتازة. حنان أرسلان ومصطفى الزاهري. خلق ثقافة سينمائية وفنية بمدينة تازة من بين أهداف المهرجان الدولي لسينما بتازة، نقطة إشعاع فني تشهده المدينة طيلة أيام المهرجان. دورة ثانية درنا دورة عالمية ودورة خاصة بالبيئة، وصادفنا السينما الكندية اللي عندها مشاريع كثيرة في هذا الميدان. نحن طبعا في عدد من الأفلام متنوعة، وده يتيح لجمهور تازة لأن ما فيش دروس في السينما في تازة كفاية، فطبعا ده يتيح لهم أنهم يتفرجوا على نوعيات مختلفة من الأفلام ويحتكوا بالثقافة السينمائية اللي موجودة من مختلف دول العالم اللي جاية تشارك في مهرجان تازة. مجموعة من الأفلام الوطنية والدولية تمت برمجتها في هذه الدورة مع تنظيم ورشات موضوعاتية وموائد مستديرة ولقاءات مع الفنانين. الدورة كتميز بواحد المجموعة من الأشياء. أولا أنه دخلنا المسابقة الدولية، هاد السنة كتشارك واحد المجموعة ديال الأفلام من جنسيات مختلفة كتوحد ما بيناتها التيمة ديال التنوع. المهرجان الدولي لسينما بتازة فرصة أيضا لتقديم عدة أنشطة مختلفة كمعرض المخطوطات التاريخية مع تنظيم محاضرة حول جذب الاستثمار عن طريق السينما. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر في نشرة الظهيرة. انتشال جثث الضحايا 15 لفاجعة الحوز وبينهم 11 امرأة وطفل واحد ونقل جثامين الضحايا إلى مكتب حفظ الصحة بمراكش. الدروس الحقلية حول سلسلة الزيتون وسيلة تحسيسية وتكوينية لمواكبة الفلاحين، ومن منطقة سيدي بوعثمان بإقليم رحمنا تعرفنا على جانب من هذه الدروس التي تهم استعمال المبيدات للحفاظ على المنتوج. وضمن فعالية المخيم العلمي بهرهورة بعملة خيرة مارا تعرفنا على ورشات للروبوتيك نظمت لفائدة الشباب بتأثير من متخصصين أمريكيين.
شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله.